السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا كذب ونفاق، أزمتنا في ولد عاق ومحكمة يعقبها طلاق، أزمتنا غش وفجور، مظلمة وشهادة زور، أزمتنا أزمة إيمان، إنسان هجر القرآن، من أجل الدنيا نتناحر، وامرأة تذهب للساحر، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بك محمد، منورنا دايما كده. الله يكرمك. أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا. مشاهدينا الأعزاء، أزمة جديدة هنتكلم عنها، أزمة حقيقية، أزمة بتواجه المجتمع، خطورة حقوق الوالدين. شيخ أيمن، أزمة حقيقية، أزمة كبيرة، حقوق الوالدين. بداية، إيه هو العقوق؟ يعني تعريف العقوق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد. أزمة حقيقية، أزمة بتهدد المجتمع الإسلامي، خطورة حقوق الوالدين. أسأل الله أن يجعلني وإياك من البارين بآبائهم وأمهاتهم وجميع المشاهدين، لأن خطر العقوق عظيم وخطر جثيم، أمر عظيم. اللهم أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل البر لآبائنا وأمهاتنا، لأن البر سببه أو الجزاء الفوز بالجنة والعكس. طبعا الناس مستغربة، انتوا هتتكلموا عن عقوق الوالدين، هي دي أزمة؟ طبعا دي أزمة ممكن تدمر الإسلام والمسلمين، تدمر الإسلام والمسلمين طبعا. لأن أنت بتحارب الملك. بص، قبل التعريف نذكر بس بعضنا البعض. شوف، من عظم وقدر الوالدين ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول حاجة إيه؟ عدم الإشراك بالله، إن أنت تعبد ربك. شوف يا أخي، قرنها بإيه؟ وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف يا أخي، سبحان الملك، شوف الآيات وسياق الآيات. بعد عدم الإشراك بالله، ربنا سبحانه وتعالى بيوصيك بإيه؟ بالوالدين. يبقى الوالدين بداية نعرف العقوق. العقوق هو القطع أو الشق. نعم. القطع أو الشق ده لغة. في اللغة القطع أو الشق. قطع يعني إيه؟ إن أنا بقطع أبويا وأمي. الشق إن أنا بشق عليهم في حياتهم، بتعبهم بمعاملاتي. يبقى العقوق في اللغة القطع أو الشق. نعم. ثم اصطلاحا هو التسبب أو أنك تسبب لوالديك الأذى أو الحزن أو الألم أو الهم بفعل أو بقول أو بعمل. تعرف الاصطلاح إن أنا دخل على قلب أبويا أو أمي الحزن أو الهم أو الضيق، إن أنا أضايقهم أيا كان بقى، بقول ممكن بكلمة أو بفعل عمل، أنت حركة عملتها ضايقتهم، أو بعمل أو عمل عملته دخلت عليهم الحزن أو دخلت عليهم الضيق في ضيق النفس. يبقى ملخص العقوق، عايز أتعلم العقوق، يبقى أنا لقاطع والدي والدتي كده. لو أنا قطعتهم، القطع إن أنا عمل بينهم مسافات، ومش شرط مقاطعة خصام، ده ممكن مقاطعة إن أنا والدي
او ابويا وامي ما اعرفش ما يعرفوش ياخدوا راحتهم معايا في التعامل، ما يعرفوش ياخدوا راحتهم معايا في الكلام، ما يعرفوش ياخدوا راحتهم معايا في المعامله. دايما والدي خايف مني مثلا يفتحني في موضوع، والدتي خايفه تكلمني في حاجه او تديني مثلا نصيحه. ليه؟ لان ممكن تلاقي مني رد سيء، تلاقي مني معامله سيئه او 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 عمل او حركه او اسلوب يضايق. فالقطع مش شرط ان انا ابقى بيني وبينهم خصام، لا، ده ممكن ابويا بيحترس او بيكون في عنده حذر مني او والدتي في التعامل معاه، لان انا انسان مثلا سيء الخلق او انسان صليط اللسان او انسان غير مؤدب مع والدي. فدي برضك تحسب من القطع. مش شرط الناس ما تبتديش، لازم انا اكون مخاصم ابويا وامي، لا 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 لا، انت ممكن تكون بتكلمهم عادي بس هم بيخافوا منك، في بينك وبينهم حاجز، حاجز الخوف ان هم مش عارفين ياخدوا راحتهم معاك في ايه، في الكلام او في الحوار او في المعامله. يبقى ده القطع. احنا برضك بنبسط الامور ونخليها كده سهله عشان الناس تفهم. الشق ان انت ممكن تشق عليهم بايا كان بقى، باسلوبك، بمعاملاتك، بحركاتك، بادائك، بافعالك، ممكن تدخل عليهم الحزن، الالم، الهم، الكابه، الضيق، تعبهم في حياتهم، انت بتشق عليهم. فاسال الله، اسال الله الا يجعلني واياك والمشاهدين يعني من اصحاب العقوق. يعني العقوق مش بس زي ما احنا فاكرين ان انت تزعق لهم او تعلي صوتك عليهم، يعني في كذا صوره من صور العقوق، يعني انواع كثيره من العقوق. يا شيخ محمد، نعم. للاسف في الفتره الاخيره يعني اصبح العقوق منتشر، عقوق الوالدين منتشر بطريقه غريبه، يعني اصبح منتشر الا من رحم ربي. يعني فايه رايك يا شيخ، يعني ايه اسباب العقوق؟ يعني انت شايف ايه اسباب اللي تؤدي بينا الى عقوق الوالدين؟ اول سبب الجهل. الجهل، الجهل بالعلم الشرعي. واحد جاهل امور دينه، متعلمش، لا بيحضر مجالس علم ولا بيسمع عن الله ولا بيسمع احاديث لسيدنا رسول الله، جاهل يا شيخ محمد. نعم. وده اول باب يدمر الانسان، ان يبقى عنده جهل بالعلم الشرعي. خلي بالك العلم الشرعي مش محتاج ان انت تكون بتعرف تقرا او تكتب، انت ممكن تسمع. احنا دلوقتي عندنا ما شاء الله قنوات دينيه وقنوات فيها طول النهار بيتكلموا عن الدين، وفي برامج دينيه وفي كل حاجه متوفره. مفيش حجه يا شيخ محمد. النت دلوقتي ممكن بس كده وانت قاعد كده، انا عايز احاديث عن حقوق الوالدين او ايه خطر العقوق او ايه بر الوالدين بالصوت كده من غير ما تكتب ولا تعمل، كل الحاجه تطلع لك وفيديوهات تطلع لك. فالجهل يدمر الانسان، الجهل بالعلم الشرعي يدمر الانسان. نعم. واحد ما سمعش وصايا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزك بقى تركز معايا وكل المشاهدين، هنعيش عشان نعرف الناس ايه هو خطر العقوق. الجاهل، الجاهل اللي بيتعامل مع والده ووالدته انه زي كان واحد صاحبه ولا واحده صاحبته، بيتعامل معاهم اكنهم جيرانه او بيتعامل معاهم انهم ناس كده غرب، لا 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 لا، ده الاب والام دول لهم موضوع تاني. شوف يا اخي، احنا قلنا بالعكس يا مولانا، انت بتقول بيتعامل مع امه او والده كانه صاحبه، ده بالعكس، ده لو بيعاملهم زي صاحبه هيعاملهم كويس عن كده. ده في واحد يعني بيعامل اصحابه افضل معامله، واجي مع ابوه يعني نعوذ بالله يعني بيعامله يعلي صوته عليه، احسن. نعم. فيا ريت هو بيعامل ابوه زي صاحبه اصلا. انا اقصد لا، ما هو نعم. انا اقصد ان انت لازم تصاحب والدك ووالدتك. نعم. نعم. تصاحبهم، هو والدك ده زي هو صاحبك. نعم. بس في فرق، اللي انا بتعامل معاه صاحبي، يعني صاحبي لما ازعل ممكن اقعد يوم اتنين تلاته ممكن ما اكلموش، لكن ابويا لا. نعم. مهما ان حدث ما بيننا، والدي لا، امي لا، دول خط احمر. ليه بقى؟ يا اخي ده احنا بنقول لك ربنا سبحانه وتعالى قرن عبادته وعدم الشرك بيه ثم وبالوالدين احسان. نعم. شوف بقى الجاهل ده لو يسمع حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه، عشان بس نتعرف، احنا بنتعلم وبنعلم كل الناس. ابن عباس يقول ثلاث ايات نزلت قرنت بعضها بعضا فلا يقبل واحده دون الاخرى. ثلاث ايات نزلوا مقرونين ببعض. اول ايه واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل منه. يعني ايه؟ مش هيتقبل منه اي عمل. اللي يقول لك لا انا اهم حاجه عندي القران، ما فيش، انا ما اعرفش حاجه اسمها سنه، او انا اهم حاجه عندي القران،
فلازم الاثنين مع بعض. نعم يعني ادي مكرونه مع بعض لازم ده مع ده. الله يفتح عليك. لازم ده من غير ده ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض تعملهم مع بعض. دي اول ايه. تمام. واقيموا الصلاه، ثاني ايه بقى. تمام. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. نعم. فمن اقام الصلاه ولم يؤتي الزكاه ويؤتى الزكاه فلن يقبل منه. نعم. دي الايه الثانيه. نعم. الايه الثالثه انشكر لي ولوالدي. نعم. فمن شكر لله ولم يشكر لوالدي فلن يقبل منه. الله. نعم. ياه، يعني انت لو شكرت ربك على النعم اللي انت فيها انه مدك بالصحة والعافية، الشكر العبادة والطاعة بالصلاة والصيام وكل شيء، كلم رجل حتى اللي جاية دي، وما شكرتش لوالديك، ايه شكر لوالدين؟ اللي هو البر. نعم. ان انا اعملهم معاملة حسنة، ان انا اؤدي حق الله في والدي فلن يقبل منه. دوس بقى الحته دي وخلي بالك معايا قوي، لن يقبل منه ايه؟ لا يتقبل منه لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج ولا اي اعمال طاعات، ولا اي عمل لا يقبل منه شيء ما لهوش كل والديه. نفسي تقول لي ايه الدليل؟ نعم. الدليل من القران ومن السنه. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دليل كلام هنا بدليل. أيوة. طبعا بس في ناس ممكن تستغرب. لا لا، كلام هنا في البرنامج بدليل طبعا. الكلام عشان نعم. كلامي من عند النبي صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيح. نعم. من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. نعم. يعني إيه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا؟ لا فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أول واحد اللعاق لوالديه والمنان والمكذب للقدر، الثلاثة دول لا يقبل الله منهم ايه؟ لا صرفا ولا عدلا. يعني العقل والديه ربنا لا هيتقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا اي طاعات. ليه؟ لانه خلف، لان ربنا قرن عبادته بالاحسان الى الوالدين. ابن عباس اخبرنا بذلك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالدي فلن يقبل منه. فأول سبب يا شيخ محمد الجهل. نعم. إن الإنسان يكون جاهل بأمور دينه، ده سبب. السبب الثاني إن الأب ما علمش ابنه في الصغر إيه أو إيه هي حقوق الوالدين. نعم. يعني ما كانش يصطحبه معاه لمجالس العلم، لمجالس الذكر، يصطحبه معاه كده يقعد يسمع عن الله. هذه برضك من ضمن الاشياء اللي بتترد للوالد او الوالده. يعني التنشئه في الصغر والتربيه في الصغر بتفرق في الكبر في موضوع البر والعقوق. نعم. على كتاب الله. نعم. وعلى سنه سيدنا رسول الله. هو من صغره ما يعرفش انت، هو ده من ضمن اسباب الجهل، ان انت وديته المكان هو مش فاهم يتعامل ازاي مع والديه، ما عندوش فقه التعامل مع الوالدين، هو ما قراش، هو ما سمعش. فانت برضك من ضمن الاشياء اللي انت بتكون سبب فيها الولد او الوالده، ان انا ما بعلمش ابني دينه، ما بعلمش ابني امور دينه وفقه التعامل مع الناس او فقه التعامل مع الوالدين او فقه التعامل مع الاخرين. يبقى ده تاني سبب. نعم. تالت سبب التفرقه بين الاولاد. بمعنى يعني الاب عامل فرقه بين ولد وولد. نعم. ما عملهمش ازاي ان هم يحبوا بعض. اه. لما يكبر هذا البغض اللي دخلت على قلب الطفل من صغره يفضل واحد عن الثاني، يعني يفضل واحد عن الثاني. تمام. تخليه لما يكبر يعق والديه في حقوق. ليه؟ لان ده دايما مفضلين اخويا عليا. نعم. دايما جايبينه عليا، دايما بيعطي له هدايا، دايما بيروح لزيارته وتركين ده. نعم. حتى لو هو عاق لازم ادي له حقه في التعامل. سبب رابع ان الطفل في صغره يرى والديه في عقوق لوالديهم. نعم. يعني الابن شايف ابوه بيعق امه او بيعق ابوه، واخد بالك معايا؟ نعم. فده دين بقى هيسده لما يكبر، وده هنجيله ان شاء الله نتكلم عنه، ان العقوق دين ولازما. نعم. لازم تقضي ما عليك. نعم. من ده الجزاء من جنس العمل. يقينا. نعم. يقين. فده سبب رابع، انا شايف ابويا بيعامل والدته او بيعامل والده بسوء ادب، انا شايفهم
بيتعاملوا معاهم بسوء خلق، فيقينا لما هكبر هرد لهم نفس المعامله. انا شايف كده، انا شايف والدي بيتعامل كده مع والده، بيتعامل كده مع والدته، فانا بتعلم وبتربى على كده، انا بكبر هي ده الاسلوب التعامل، فده سبب اخر. فالاسباب لعقوق الوالدين كثيره. في سبب بقى، والسبب ده يعني سبحان الملك من ذكرني بيه، ربنا يكفيك شر ان ترزق بزوجه سيئه، هذه من ضمن اشد الاشياء اللي ممكن تخلي الرجل يتحول على ابوه او امه، ان يكون معاه زوجه بتامره او بتاخده الطريق ان هو يعصي ابوه او امه. الست اللي كل شويه امك بتعمل ده، بتعمل لي ده، بتعلي صوتها، ده بتشتمني، ابوك بيعمل، ابوك كل شويه تعبني، ابوك بيزعق، ابوك امك، دي بقى اكبر مصيبه، اكبر مصيبه يا شيخ محمد، ان الانسان يركن لكلام الزوجه. لان في رجاله كتير هم مش رجال، هم ذكور فقط لكن مش رجال. لان الراجل الحقيقي ابدا اللي ما يفضلش زوجته على ابوه وامه. يا شيخ محمد احنا بيتعرض علينا مشاكل، يا اخي ده انت عشت مع ابوك وامك سنين، بقى انت مش عارف اخلاقهم تفضل زوجتك عليهم. يا اخي ده طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة. ابوك وامك سبب دخولك الجنة، ابوك وامك هم اللي هيكونوا سبب في دخولك الجنة. ازاي انا افضل زوجتي على ابويا وامي؟ ازاي افضل زوجتي على اللي ربوني ونشأوني؟ ازاي افضل زوجتي على اللي كانوا بيدوني من طعامهم؟ امك دي اللي انت دلوقتي بتفضل زوجتك عليها، ولا بتقول على زعم زوجتك ان امك قليلة الادب، او امك سيئة الخلق، أو أمك بتعمل كذا؟ ما هو ده بيحصل كتير يا شيخ محمد. واحد راح للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له يا أمير المؤمنين إن أمي سيئة الخلق. أمي أخلاقها إيه؟ سيئة. شوف رد عليه قال له إيه؟ قال له ألم تكن سيئة الخلق حين حملتك؟ قال لا، هي لما حملتك في بطنها ما كانتش سيئة الخلق ليه؟ ايه اللي يغصبها ان هي تحمل فيك 6 9 شهور وتتعب وكل يوم تعب وكل يوم مشقه، وانت عارف بقى تعب الولاده. الم تكن سيئه الخلق حين حملتك؟ الم تكن سيئه الخلق حين وضعتك؟ شافت فيك التعب والطلق بتاع الولاده، كل ده مش كان تعب؟ طب ما كانتش سيئه الخلق ليك؟ ما اتشلمتك. الم تكن سيئه الخلق حين ارضعتك؟ قال لا، هي لما كانت بترضعك كده وكل يوم لغايه اما وصلت 2 سنين رضاعه وكل تصحيها في عز الليل وفي عز النوم، هي دي لو كان عندها سوء خلق كانت تعبت معاك كده؟ كانت سهرت معاك كل يوم لغايه اما خليتك كده راجل طول بعرض؟ هي لو سيئه الخلق مش كانت رمتك من الاول كده في ملجا، او رمتك او تخلت عنك او ما انجبتكش؟ صح. فاحنا في ناس كتير والله هم اللي عندهم سوء ادب. والله كثير من الرجال ايه، كثير من الذكور هم اللي عندهم سوء ادب مع الوالدين. فشيخ محمد مفيش حاجه اسمها افضل زوجتي، مفيش حاجه اسمها يعني نوه للناس اللي بتتصل بينا احنا اثناء الحلقه دي، تليفوناتنا الخاصه. نعم، هو طبعا تليفون التواصل مع البرنامج بقى مكتوب، لكن التليفون الخاص بتاع الشيخ ده بعد البرنامج يتواصل مع الشيخ. اللي حابب يتواصل معنا في مداخله في رقم خاص بالبرنامج بيظهر على الشاشه للتواصل والمساهمه معنا في البرنامج. فضيلتك اتكلمت على تفضيل الزوجه على الام بسبب زي ما انت قلت زنها كده على الراجل، تقعد تقول له امك امك. في حاجه بتحصل كتير بيسموها ايه؟ بيقول لك عزلت، يقول لك تقول ايه انا مش عاوز اكل واشرب مع امك، خلينا لوحدينا. يفضل مع زوجته مثلا قعد في نفس البيت فوق، يفضل ياكل ويشرب مع زوجته ويفصل نفسه عن ابوه وعن امه بسبب زوجته. دي بتحصل كتير وشفناها كتير.
والله يا شيخ محمد ان هي تعزل في حياتها الخاصه دي ما فيهاش مشكله. آه. لا تقول له مش عاوز يعني ما ناكلش ونشرب معاهم ولا 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 تخليه. لا ده موضوع تاني. نعم. ما انا بقى غيرك في ده احنا ده احنا عندنا نسال الله العفو والعافيه. نعم. اسمع القصه. نسمع القصه ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم الشيخ لو سمحت. اتفضل يا فندم معك شيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا ماما. اللي انت حكيته ده كله حصل معايا. اتفضلي قولي. ابني اصغر واحد فيهم، هو عاقل امه وعاقل ابوه، الاب 70 والام 61. برضه ورا كلام الزوجه. واتهان وتهان ابوه وخلى حماه برضه جهان وهان ابوه، ولا خال ولا زي انه نحن غرب عنه. زي ما يعني ما ردناش احتضرنا ولا يعني شاف الاهانه لينا من غير سبب. بس انا ما اقول حزب الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وابن الصغير 3 شهور النهارده ما خبطش علينا ولا حتى ولا شفت وشه. وكلنا مع ذلك كلنا ساكنين في بيت واحد. طالعين نازلين في سلم واحد. طالع نازل عليا. 3 شهور ما قالش امي ولا قال ابويا ويعني مش عارفه اقول لك ايه، واصغر واحد في اولادي. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. قولي يعني اللهم اهديه لي، ادعي له دايما بالهدايه يا امي. معلش معلش والله انا مش مدعي عليهم، بس ما انا انا عارف طبعا يقينا قلب الام ابدا ابدا ما يعرف الدعاء. والله يا شيخ محمد انا بس قلبي ما اكذبش عليك شايل تعبان عليا من يعني ابني اصغر اولادي من يعني امه وابوه ما خدتهمش احتضار ولا حطيتهم يعني زيت عليهم. ماشي يا امي. تعبان عليا منه لدرجه لو شفته يمكن ما اعرفش اعمل ايه فيه، يعني لو خش عليا وشفته ممكن 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 اضرب فيه من غير ما اعرف. لا اله الا الله. وده والله ده اقل شيء الضرب، والله لو يعرف لا الضرب للام ده رحمه. نعم. لو ضربتك احسن ما تدعي عليك. اكيد والله العظيم يا شيخ محمد انا بتالم، انا بشوف قصص وحكايات. نعم. لان انا في الشارع وكل شويه بنحل مشكله. اقسم بالله احنا في كرب والله يا جماعه. البلاء اللي احنا فيه، الغلاء اللي احنا فيه، الوباء اللي فيه احنا فيه سببه شؤم المعاصي. نعم. ومن ضمن شؤم المعصيه عقوق الوالدين. يا شيخ محمد الأم بتذكر إن ابنها بقاله 5 شهور ما يتعرفش عنه حاجة وما بيتكلمهاش. أنا أعرف واحد، مش واحد، أكثر من واحد. نعم. بيبقى عايش مع أبوه وأمه في بيت واحد. ولاده ما بينزلوا يعني الجد والجدة يعني نفسهم أحفادهم يسلموا عليهم أكنهم ما يعرفهمش. إحنا في مأساة. أقسم بالله إحنا في مأساة. ده إحنا في حال يعني لا يرضي الله. نعم. روح يا اخي دار المسنين وشوف الاحوال، شوف اللي ابنها رميها واللي بنتها هملاها. شوف يا اخي دار المسنين ودار العجزه. والام بطبعها جميله، الام بطبعها شوف بتقول لك صعبان عليا من كتر حبها لي نفسها تقابله تضربه احسن ما تدعي عليه. اللي ساب امه في دار المسنين ما بيروحش يزورها اللي فين وفين، كل ما يفتكرها. والام بطبعها وحنيتها وجمالها كبرت ووصلت لمرحله خلاص هتموت هتموت. واداره المستشفى يتصلوا بي، يا فلان امك تعبانه ونفسها تشوفك، شوف رميها فين في دار المسنين ونفسها تشوف نفسها تسمع صوته. طب حاضر هاجي، اصل شغلي واصل حياتي. يروح يزورها فين؟ ويزورها زياره دقايق ويمشي. بعدها بفترة يشتد الألم والمرض على الأم وخلاص دخلت في سكرات الموت. تقول لي إدارة المستشفى أترجوكم اتصلوا بابني نفسي أشوفه. اتصلوا بالابن. طب حاضر هبقاكي. الأم راحت كاتبة ورقة بتسيبها رسالة لابنها. خلي بالك يا شيخ محمد وركز معايا. سايبها في دار مسنين ودار عجزة، كاتبه له رسالة إلى ابن الحبيب. أطلب منك طلب.
او رجاء ان دار العجزه ما فيهاش مروحه ولا تكييف. دار المسنين اللي قاعده فيها واللي انت بعتني فيها ما فيهاش ثلاجه. فيا ابني يا حبيبي انا عايزك تتبرع بمروحه او لو تقدر تجيب تكييف ها لدار المسنين. انا عايزك تتبرع بثلاجه. شوف بقى في الاخر كده، عشان لما اولادك يجيبوك هنا مش هتقدر تعيش انت من غير مروحه ولا ثلاجه. انا واخد على كده، لكن انت انا عارفاك، شوف الحنيه. وبتفكروا وتذكروا انها هتيجي هنا، فحط مروحه بقى، حط ثلاجه، عشان نفس اللي انت عملته معايا هيتعمل معاك. يا جماعه انا لو قعدت احكي لك على قصص الشيخ محمد والله هتبكي، هتبكي الم. انا لما امي تقابلني في الشارع وعماله تبكي وانا راح لخطبه الجمعه، ايه يا ماما اهدي بس مالك فيه وتبكي، ومره واحده تقول لي يا شيخ ايمن، والله كانت ممكن هتضربني بس هي زي امي، انتوا ليه ما بتتكلموش عن العقوق؟ ايه يا امي مالك فيه وتبكي؟ يا ابني يا ابني اتكلموا عن خطر العقوق يا ابني، وعلموا الرجاله يا ابني. في ايه يا امي مالك؟ تقول لي انا ابني لسه امبارح ضاربني بالحذاء على راسي، بالحذاء بالشبشب. ينفع؟ لا حول ولا قوه. هو ده حالنا، وعايزين نصلح حالنا، وعايزين ربنا يكرمنا ازاي واحنا بنعمل كده في ابهاتنا. الاب اللي نفسه يسمع صوت ابنه ورميه في دار مسنين ولا يعرف عنه حاجه. الزوجه بتقول لي لزوجها ابوك خلاص كبر في السن، ابوك خلاص بقى ينزل سائل من فمه. لعب انت عارف بقى الناس الكبيره كده باللعاب السائل بينزل من 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 الفم. نعم. واولادك بيشوفوا المنظر قرف، بيقرفوا باللغه البلد. طب ايه نعمل؟ لا يقعد لوحده ياكل لوحده. شوف له كده اللي يقعد في اوضه لوحده، يبقى رمى ابوه كده في اقل حجره عنده، واللي يبقى عنده فيلا يحطه في اوضه كده على جنب، جنب الغفير ولا جنب الحارس، ويودي له الاكل بتاعه كده في ارد انواع الاطباق او الاواني. والقصص دي تحصل كتير كتير. الابن عزل ابوه زي ما انت قلت، ده بقى عزل، ده مش عزل ده دمار. شوف ابوك بعد ما ربك وكبرك وخلاك كده تقعد على يقعد على جنب لوحده، اصل ايه اولادي بيقرفوا. بيودي له اكل كده، الزوجه بتودي له في اقل انواع الاواني. ويخش يحط له الطعام او الشغاله او الزوجه وترموا له كده وتمشي. الابن ابن الابن بقى شايف جده بيتعمل معاه كده، جده مات، راح واخد الاطباق اللي كانت امه بتحط الاكل لجده فيهم ومحتفظ بيهم. ابوه شاف الشنطه كده مدريه، ايه ده؟ قال له دي الاواني، دي الاطباق اللي كان جدي بياكل فيها. ايوه طب انت شايلهم ليه؟ نرميهم؟ قالوا لا ما انا هشيلهم عشان لما انت تكبر هحط لك فيهم الاكل. مش اكيد انت بتحط الجد، يبقى انت دي معزه خاص زي ما انت كنت بتعمل، انا هحط لك الاكل في الطبق دي. واحد تاني عايش في فيلا، عايش في قصر، وبرضك عامل لابوه كده حجره على جنب كده تحت في الدير، عايش فيها بقى، وايه والشغاله بتحط له اكل من حل اخر. يجي كده ابنه في يوم قاعد عمال يرسم ويرسم فيلا جميله، ابوه بيقول له ايه ده؟ قال له انا برسم فيلا بقى مستقبلي لما اكبر بقى، انا عايز ابقى زيك كده، عندي املاك وعندي دي الفيلا بتاعتي. وعمال يا الله ايه دي؟ قال له دي حجره النوم، ودي حجره مش عارف الريسبشن دي، مش طب وايه الحجره اللي جنب على الوحده دي؟ قال له الحجره دي بقى بتاعتك انت، احطك فيها زي ما انت عامل حجره جدي كده على جنب، انا برضك عملت حسابك في حجره كده تبقى جنب البيت. هو يا شيخ محمد دي حياتنا، في رجاله كتير مش رجاله للمره الثالثه، دول ذكور فقط مش رجال. الراجل ابدا ما يخاصمش ابوه ولا يبدي زوجته على ابوه ولا امه. يا شيخ محمد عايزين نرتقي، والله ما تدخل الجنه، مش شوف كلامي، لا تدخل الجنه الا لما تبر ابوك وامك. يا شيخ محمد العقل والديه لا يدخل الجنه، العقل والديه لا يدخل الجنه. فاصل إعلامي ونرجع نكمل تاني.
ورجعنا لكم تاني ونكمل كلامنا عن عقوق الوالدين. يمكن يا شيخ أيمن أنت ذكرت أكثر من قصة، ومنها سمعنا يعني بودننا من أم بتشكي ولادها بتقول بقاله 3 شهور ما بيخبطش علينا. يمكن من القصص اللي أنا كنت شاهد فيها، كنت عند أحد أقاربي فسمعت حد 2 بيشتموا بعض، يعني الراجل كبير وولد، فبيشتموا بألفاظ جنسية، يا ابني جسد، يا ابني كذا وكذا. فأنا بسأل بقول هو في إيه؟ فقالوا الولد ده ابن الراجل ده وبيشرب مخدرات. وبالمناسبة عاوزين إن شاء الله نبقى نعمل حلقة عن خطورة المخدرات وخطورة الإدمان، يعني رجاء إن شاء الله في حلقة خاصة بموضوع المخدرات والإدمان إن شاء الله. فالأدهى من كده والمصيبة الكبيرة إنه قالوا لي والدته ماتت بسببه، بحسرتها عليه يا الله، يعني باللي بعمله والدته ماتت، وكان بيشتمه في الشارع بأبشع الألفاظ. والله يا شيخ محمد لا عجب ولا تتعجب. نعم. في أمهات أصيبت بالسكر. نعم. في أمهات أصيبت بالضغط. نعم. في أمهات أصيبت بأمراض عديدة بسبب سوء الأدب من الأبناء. يعني اللي أقدر أقوله من هنا، خليك راجل. نعم. خليك راجل وشيل أبوك وأمك كده يا أخي، شوف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم. وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا اخي اتق الله في ابوك وامك، اتق الله وخلي بالك دين والله هتسده، هتسده، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا، اثنان يعجل الله لهما في الدنيا قبل الاخره، العاقل والدي. شوف اول واحد، والبغي اي الظلم لازم أن أعتذوك من نفس الكأس. شوف الأم دي عملت إيه. الأم دي كانت أرملة، زوجها توفى وقعدت على أولادها، قالت خلاص أنا نصيبي في أولادي، هتفرغ ليهم وعيش معاهم وربيهم، مش عايزة حاجة تانية من الدنيا. شوف قد أمك بتحبك، فضلتك على نفسها، حبت أو أرادت تعيش حياتها الباقية بدون رجل، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا من كل شيء زوجين عشان خاطر تتفرغ لك أنت، عشان ما يجيش زوج أم يتعبك أنت. نعم. ثلاثة هم عندها 3 أولاد اتفرغت لتربيتهم، جوزت الثلاثة وكل واحد اختار الزوج اللي هو حبها. نعم. بس هي في الأول كانت بتعرض عليهم المشورة، خد دي، يقول لا يا ماما انا هاخد دي، ماشي يلا. التاني خد دي، قول لامه لا انا هاخد دي. التالت خد دي، حاضر يا امي انا هاخد دي. اتجوزوا كل واحد بقى خلاص استقر في بيت المعيشه، راحت بقى الواحد منهم تبات عنده كام يوم، صحت الصبح من النوم مسكت زجاجة المياه وراحت ايه كبه شويه كده على الايه على السرير. دخلت زوجة الابن، زوجة ابنها كانت بالتعمد يعني، تعمد. نعم. ايه ده؟ قالت لها يا بنتي معلش، معلش يا بنتي، ده حال الكبار، الناس الكبيرة لما بيكبروا غصب عنهم. قضت يعني اكنها قضت حاجتها، اكنها تبولت على الايه على السرير. زوجة الابن نهارتها علت صوت عليها، ازاي تبقى انت ست كبيرة وتعملي كده؟ وفضلت تنهر فيها، واستدعت مين؟ زوجها، تعالى شوف امك، شوف الست الكبيره المحترمه في ايه، شوف تعمل ايه على السرير، هي عيله صغيره وعماله تنهر في امه، وهو كمان راح داخل في الموضوع. ازاي يا امي تعملي كده؟ ازاي انت مش صغيره مش عارف ايه؟ خلاص يا ابني معلش، حقك علي، حقك علي. راحت لتاني واحد برضك باتت عنده، وصحت الصبح عملت نفس الموضوع. نعم. أسكبت الماء على الإيه؟ على الفراش. نعم. دخلت زوجة الابن، إيه ده؟ معلش يا بنتي، أنت عارفة إن أنا كبرت في السن وخلاص مش قادرة، والله غصب عني. برضك نهرت أم زوجها. نعم. وعلت صوت عليها ونادت لزوجها، تعالى شوف أمك، تعالى شوف الست الكبيرة المحترم في إيه؟ شوف تعمل ايه، عملت ايه على السرير. الابن وضع
رأسه كده أو عينه في الأرض خجلا من اللي أمه عملته. خجلان خجلان. خلاص يا أولادي خلاص يا حبيبي والله حقكم علي غصب عني. سبيتهم وراحت لمين؟ التالي. لآخر واحد اللي اختارت له الزوجة. اللي اختارت له الزوجة. الله يفتح عليك. عملت نفس الموضوع، دلقت المية على السرير، دخلت البنت أو زوجة الإب، إيه ده يا ماما؟ قالت لها معلش يا بنتي أنت عارفة بقى الكبار وحنا كده غصب عننا. البنت عملت إيه؟ خدتها في حضنها، تعالي يا أمي ولا يهمك يا ماما، يا ماما براحتك، ده إحنا ياما عملناها عليكم وإحنا صغيرين. أوعي يا ماما تزعلي نفسك، أوعي تزعلي يا ماما، ده عادي يعني ولا يهمك. وتاخدها كده في حضنها وتحضنها، والام عماله تبكي، هي ما تعرفش بتبكي من ايه. فاكره ان هي بتبكي يعني زعلانه اللي هي عملته، لكن الام بتبكي من حنان البنت، من ادب البنت، من جمال البنت. شوف طريقتها عامله ازاي، خدتها في حضنها، ولا يهمك يا ماما، خدي راحتك على الاخر، خدي راحتك يا ماما، احنا ياما عملناها كده واحنا صغيرين وانتوا استحملتونا. شوف الادب، شوف الجمال، شوف الزوجه المطيعه، شوف الزوجه الانيقه. وكتمت خبر ولا اتكلمت ولا قالت حاجه لزوجها. الام راحت مجمعه التلات اولاد، قالت لهم على فكره انا في اول يوم رحت عندك وعملت كذا وكذا، يعني انا اصطنعت حركه الميه، وكان ردك ان انت نهرتني مع زوجتك، عليت صوتك عليا واهنتني. التاني وانت كمان استحيت مني وخجلت من العملة اللي أنا عملتها وحطيت وشك في الأرض. أما التالت بقى زوجته عملت معايا كذا وكذا، أنا بس حبيت أعمل اختبار عشان أعرف لما أكبر في السن بجد أكون جالسة مين فيكم، أو مين اللي هختاره أكون عايشة معاه، فمش هختار إلا ابني ده اللي زوجته دي زي بنتي بالظبط. شفت يا شيخ محمد حالنا؟ فما تستغربش في زوجات كتير بتعص الابن على ابوه وتعص الابن على امه. يا قصص لو قعدت احكيها لك من هنا للصبح والله ما هتنتهي. ده احنا بنشوف العجائب. انا موجوع بجد، انا موجوع، لان احنا بقى عندنا اشياء لا ترضي الله، ونسأل ونقول ده في ضيق في المعيشة، ده المعيشة ضنك، الأولاد تعبني، الزوجة غير مطيعة، أصلي مش عارف الدنيا مزنقة معايا ليه، أنا مش عارف حاسس باكتئاب ليه، أنا مش عارف حاسس إن أنا مخنوق ليه. ما هو من ذنوبك يا أخي، من ذنوبك يا أخي، من تقصيرك في حق أبوك وأمك يا أخي. يا اخي ده انت لو عايز باب يتفتح لك للجنه وباب يتفتح لك للرزق برضا ابوك وامك. ده في ناس ابوه وامه بيتحايلوا عليهم، نفسهم يشوفوهم، نفسهم يقعدوا معاهم، نفسهم يكلموهم ويكلموا اولادهم، زي ما الام لسه قالنا من شويه ثلاث شهور، ثلاث شهور ما خبطش عليها، خمس شهور ما خبطش على الباب، ما خبطش عليها. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ليه الجحود اللي جوه الرجال الذكور، بلاش الرجال، ايه ليه، لماذا هذا يعني الغل؟ ازاي تعمل كده مع ابوك وامك يا اخي؟ بعد ما يربوك ويكبروك ويوصلوك للمرتبه اللي انت فيها، بعد ما يخلوك بني ادم كده، هو ده جزاؤهم؟ هو ده رد الجميل ليهم؟ نسال الله، نسال الله العفو والعافيه. يعني قصص تبكي القلوب، يعني صور كتير للعقوق، لكن عاوزين نعرف ايه هو حكم العقوق في الدين. اول شيء العقل والدي من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قال الاشراق بالله. شوف بعدها ايه؟ وعقوق الوالدين. جاءت بعد الاشراق مباشره على طول. نعم يا حبيبي احنا لسه قايلين ثلاث آيات. نعم. الآية قرن بعضها بعض. نعم. أنشكر لي ولوالديك. شوف حتى في سورة لقمان. نعم. ابن عباس يقول فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل منه. نعم. وإحنا لسه ذاكرين حديث. نعم.
ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفلة. نعم. على رأسهم العاقل والدي. نعم. في الدنيا فقط، لا شوف بقى الآخرة كمان يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. نعم. برضك على رأسهم مين؟ العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. التلاتة دول خليكوا كده، لا ينظر الله إليهم. شوف بقى في الكرب والهم والصريق والعول والعطش والجوع، لا ينظر الله إليهم. وثلاثة لا يدخلون الجنة. اسمع يا كل عاق، اسمع يا اللي بتتعب أبوك وأمك، اسمع على خطر العقوق. يبقى أنت اتحرمت من الدنيا وكمان اتحرمت من الآخرة من النظر إلى وجه الله الكريم ثم من الدخول إلى الجنة. وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث والمرأة المترجلة. العاق لوالديه إيه؟ لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. نعم. ده كلام سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مخلد؟ لا، بس هيدخل، مش هيدخل الجنة، وإن دخل يعني ده بقدر الله ده. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. نعم. ولا يقبل الله منه صرف. صلي بقى في الدنيا، صلي، صوم، اعبد ربنا، مش هيتقبل منك، مش هيتقبل منك. ليه؟ لأن ربنا قرن طاعة الوالدين وبر الوالدين بعد الإشراك بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. يعني إيه الإحسان؟ أنا أحسن إليهم، أبرهم. نعم. الإحسان اللي أنا أحطهم في عينيا، الإحسان اللي أنا أشيلهم على كفوف الراحة. يا أخي ده أقول لك، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهم، لما يكبروا في السن بقى. لأن دايما الواحد إشمعنى لما يكبروا في السن؟ لأن الراجل أو الأب أو الأم لما يكبروا في السن الموضوع بيختلف. أي واحد بيكبر في السن العقل بيقل، النطق، التفكير، الأسلوب بيبقى مريض، بيبقى بيتعامل معاملة زي الطفل. الطفل إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما، يعني أبوك أو أمك، فلا تقل لهما أوف، عشان مثلا بتعمل حاجة، عملت حاجة غير إرادية، ما هي هي كبيرة في السن مش مدركة، أو الأب مش مدرك. تخيل أنت بقى ده في الكبر. أنا كنت شفت ستي كانت لما تكبرت، كانت طبعا حاجات غريبة بقى، وممكن طول ما قاعدة عايزة تقول أي حاجة تتكلم. ولا خالي الله يرحمه يتعامل معاه بكل حب، وياخدها في حضنه ويطبطب عليها، مع ان الواحد بقى ممكن يزهق. فشوف فلا تقل لهما اوف، حتى اوف بقى تعبتيني يا امي، او اوف بقى تعبتني، مجرد كلمه كلمه اوعى. ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، يعني حتى النهر ان انت ما تعليش صوتك، ما تعملش معامله سيئه، ما تتعاملش معاهم بطريقه غير لا ادابك وام. بص يا شيخ محمد، العقوق دايما احنا اتفقنا ثلاثة، كانوا اثنان يعجل لهم في الدنيا قبل الاخره، لازما هيذوق من نفس الكأس العقل، لازما هيذوق من نفس الكأس. احنا اتكلمنا عن حكم العقوق، عاوزين بقى عقوبته في الدنيا، هل يعجل به في الدنيا؟ ايوه طبعا، ما هو العقوق دين. نعم. دين هتسده، زي ما عملت مع ابوك وامك هيتعمل معاك مع اولادك. خلاص. ابن حصل مشكله بينه وبين ابوه، ابوه كبير في السن. نعم. مسك ابوه من قدمه كده من رجله وعمال يجرجر فيه ويشد فيه. لا حول ولا قوه. عايز يعمل فيه ايه؟ ياخده يجره ويرميه بره في الشارع، بره شقته. وابني يقول لي يا ابني كفايه يا ابني كفايه يا ابني، وعمال يشد فيه، لا ارميه كفايه يا ابني. جه لغايه الباب والاب مسك في الباب جامد قوي كده وهو بيجره على الارض، الى الباب فقط، الى الباب فقط، او الى الباب بس، للباب بس. الابن يقول لا يا ابني للباب بس، للباب بس. يقول له اشمعنى؟ قال له والله ما جررت ابي الا الى الباب فقط. انا لما جريت ابويا زمان ما جرتوش الا لغايه فين؟ الباب بس. فانت يا ابني ما تتعداش، زي ما انا هو تذكر ان هو بيسد الدين. واحد تاني في الجيران، الجيران سمعوا خناقه، سمعوا صوت زعيق، سمعوا صوت ضوضاء، سمعوا صوت في مشكله في عماره ساكنه. يجروا يبص يلاقوا الابن ماسك في ابوه وعمال يصفعه بالقلم، عمال ايه؟
ضربوا يضرب. نعم. الجيران شافت المنظر. طبعا انت عارف عندنا في مصر يعني شعب يعني جياش في العاطفه. نعم. ازاي تضرب ابوك؟ الشباب بقى جايين عشان يضربوا الشاب ده، ابوه عمال يحجز عنه، لا لا تضربوه، لا ما تضربوهوش، سيبوه اتركوه، ومرمي عليه. تخيل. فبعد وراح هيشم عنه وفي الاخر وعمال يبكي، يا حاج ده عمال يضربك بالقلم يا حاج. اللهم والله منذ 30 عاما، من 30 سنة في نفس المكان صفعت ابي على وجهي، انا ضربت ابويا، فانا بسد الدين، ديني بسده اهو. الجزاء من جنس العمل. العمل للاسف مضى الوقت سريعا. انتظرونا السبت القادم في تمام الساعة 8 صباحا وأزمة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.